نفسك تعمل ايه لو ربنا كتب لك زي ما هو كتب لك فعلا كده انك تتعرف وتتحب والناس تهتم بيك، تحب تغني في سكة ايه؟ انا احب اغني في السكه اللي انا كنت مغني فيها، يعني نفسي اعمل حاجه تفضل موجوده للناس بصراحه. يعني انا انتهيت، ما انتهتش، تفضل حاجتي دي موجوده. زي مثلا انا طبعا مش عمري ما هوصل للناس دي طبعا، لان الناس ديت قامه طبعا، بس انا نفسي اعمل حاجه اللون ده. يعني مثلا ست ورده، مثلا استاذه نجاة، حاجه زي حاجه زي الاغاني ديت اللي هي التراث دي. نفسي حاجه بتاعتي تبقى تراث، نفسي بصراحه. الله، يعني زي انت واضح انك بتحب تغني تراث، فعايز تعمل تراث جديد يعني يعني نفسي مثلا الاجيال اللي هتيجي بعدي تسمع بقى. وبعد بعدي تفضل فاكره ان كان في مثلا مطربين بيغنوا طرب وصوت كويس واغانيهم موجوده هي على الساحه، هو صوت كويس قوي قوي قوي. زي الاصوات اللي احنا لسه بنغنيها. يعني حضرتك هي وردة الجزائرية بقالها كام سنة بتغني الأغنية دي وما زالت معلمة فينا إحنا كشباب، يعني إحنا لسه كشباب صغيرين معلمة معانا. وأغاني أستاذة الست أم كلثوم برضو معلمة معانا، مع إنها ممكن تكون من الخمسينات ومن الأربعينات. الناس اللي انت بعد ما هي يعني فارقت الحياة بسنين اتولدوا فلسه هي دي بيغنوا. هي دي اللي ده الموضوع فارق معايا من كده. يعني نفسي أعمل حاجة تفضل كده موجودة على الساحة.